الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم نسي الكل. شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة. موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي في الميكرو، نوفل الشرطاني في الإخراج التقني، وضيفة جرية في الديجيتال. اليوم نحكي على صعوبات التعلم وتأثيراتها على نفسية الطفل، بالتحديد نحكي على صعوبات التعلم النمائية. هذيك علاش تحضر معنا في الاستوديو مدام نجيب الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيب أهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل وكل المستمعين. يعيشك، شكرا لك. مدام نجيب، نحكيو على صعوبات التعلم، فيها برشا تفرعات، ولكن باش نتعرفوا واش معناها صعوبات التعلم الى غير ذلك، ولكن قبل خلينا نبداو كل عاده بصوت المواطنين في ميكرو تروتوار من اعداد زميلنا بليل الدريدي. صعوبه التعلم تتمثل في انه التلميذ غير قادر على التركيز في القسم، او الاصغاء الى المعلم، في انه التلميذ غير قادر على تكوين جمل، ما يفرقش بين الحروف والارقام. هذا الكل يعود بالسلب على نتائجه، ويلزم متابعة خاصة من طرف الوالدين ومن طرف أخصائي، في أنه الوالدين يعودوا طفلهم على كتابة نصوص، على التكرار، تكرار الكتابة أكثر من مرة، أنه يعودوا طفل على اللعب بحاجة ملموسة، وكذلك المعلم لازم يكون منتبه للشيء هذا للطفل، ويحسسوش بأنه مختلف عن بقية زملائه. صعوبة التعلم هي عدم قدرة الطفل على التعبير عن نفسه، ما نجمش يكون جملة، ما يفرقش ما بين الأصوات وبين الحروف، كيف ما ينطقش الكلمات بطريقة صحيحة. بالطبع باش تأثر فيه بشكل كبير، يحس روحه مختلف، يولي يحس ديما بالغضب، بالإحباط وعدم الثقة بالنفس. تعود صعوبات التعلم لعوامل وراثية، لازم الأولياء يعرفوا كيفاش يتعاملوا أولادهم اللي عندهم صعوبات، يخليهم يختاروا نشاطات اللي يحبوا عليها، كيف يخليهم يغلطوا ويصلحوا الأغلاط نتاعهم وحدهم، نحاولوا نلعبوا معاهم بتكوين كلمات، نشاركوهم زيد كيف الأعمال المنزلية. لازم ديما تحاول تحكي معاه وتحدثوا باستمرار، حاولوا نعلموهم بطريقة الأشياء المحسوسة، كيف الرمل، كيف الصلصال، كيف أي حاجة موجودة معناها نجموا نلبسوها. حاولوا ديما نقراو لهم برشا قصص، خاصة عدم مقارنة بغيرهم، معناها الأولياء ما يقارنوش بيه هذاك خير منك، اش بيه هذاك يعمل، معناها نحاولوا نبعدوا عن مقارنات بشكل كبير. معناها الأم هي الأخصائية النفسية الوحيدة نجم تدور كبير في علاج ابنها اللي عنده صعوبات. كنا نسمع فيها عدد من المواطنين حول صعوبات التعلم. نذكر معايا في الاستوديو مدام نجيبة الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة، في البداية قبل ما تعلق حتى على الميكرو تروتوار، لو كنت تفسر لنا وتوضح لنا وتبسط لنا اش معناها صعوبات التعلم. صعوبات التعلم معناها فما برشا تعريفات، اما احنا باش نحاولوا ناخذوا التعريف البسيط باش نقربوه للأولياء. خاصة هو معناها اضطراب أو خلل في الأداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي، في أداء ومعناها مهارات النفسية الأساسية اللي كيف الانتباه، الإدراك، الذاكرة، إتسيتيرا. يعني بربي أطفال صعوبات التعلم أراهم عندهم مستوى ذهني متوسط وفوق المتوسط ومام متفوق. لا، هم راهم أطفال عاديين، معناها الجهاز العصبي المركزي موجود أم الوظائف متاعه هي اللي فيها خلل. يعني كيفاش نلاحظوها مدام نجيب؟ يبدأ نقص انتباه، يلاحظها الولي ويلاحظها المعلم، وتنجم راهو فما مؤشرات تسبق معناها المدرسة والتعلمات الأكاديمية، فما برشا مؤشرات تنجم تأدي كيما تنجم تأديش، جسم مؤشرات ينجموا يفيقوا فيهم في الطفولة المبكرة في الروضة. أي شنو المؤشرات؟ معناها أكثر حاجة ركزوا على 5 مؤشرات اللي هي اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية، فما الحركة، من الحركية العامة والحركية الدقيقة، عندنا بطبيعة معناها الاندماج مع التفاعل الاجتماعي نتاع الصغير، فما زاد الذاكرة والتذكر، فما فهم المعلومات، فما مجالات في التنسيق البصري الحركي، فما صغير مثلا ما يعملش مقاربات في الحساب، فك التصنيف وفك الترتيب، معناتها برشا مؤشرات. معناها اي ولي يلقى صغير وعنده بعض المشاكل في النقاط اللي ذكرتهم انت توا، ينتبه، راهم ينجموا يكونوا اشارات، ينجموا يؤدوا معناها حتما لصعوبات التعلم. وديما نحن معناها الاخصائيين النفسانيين ندع الولي نحفزه باش يكون التدخل المبكر، وكل ما كان التدخل المبكر كانت النتيجة أفضل.
وقتاش يتصنف الصغير اللي هو سانسيرمون عنده صعوبة تعلم في معناها في السنة الثانية، هي تبدأ المؤشرات توضح من السنة الأولى، أما إل سورا كونفيرمي في السنة الثانية. في السنة الثانية معناها هذوما بشرط أن يكون الصغير مستواه الذهني يكون متوسط ما فوق، يكون ما عندوش قصور حسي معناها في في البصر أو في السمع، ويكون عنده معناها ما عندوش زادة قصور حركي، معناتها صغير سليم في كل مجالات النمو. ولكن تبدا عنده الاشكاليات اللي قلت عليها انت، خاطر معناتها فما قصور في تاديه الوظائف. اي هذه تتسمى صعوبات التعلم النمائيه، مادام هما راهم مرتبطين ببعضهم. صعوبات التعلم النمائيه تؤدي لصعوبات التعلم الاكاديمي. صعوبات التعلم النمائيه هي كيف الانتباه، كيف الادراك، كيف الذاكره، كيف معناتها حل المسائل، كيف اللغه معناتها المنطوقه. هذو ما تنجمش انت تعطي مثلا هي شنو الصعوبات التعلم مربوطه بالتعلم الاكاديمي المدرسي، اللي هي صعوبه في القراءه، صعوبه في الكتابه، وصعوبه في الحساب، صعوبه في التهجئه. هذوما انت صغير باش مش يتعلمهم، هذوما يلزم فما اسس نمائيه تخليه ينجم يقوم بهذوك، اللي هي اسسها صغير ما ينتبهش، صغير مثلا ما يتذكرش، صغير ما يدركش، ما عندوش الادراك السمعي والبصري. هل ينجم ينجح في المهارات هذه؟ سانسيرمون هما مربوطين في بعضهم. باهي هوني خلينا نحكيوا على دور الاولياء، خاصه فما في الميكرو تريتواج كون ربطتها بدور الام بالتحديد، هل الام وحدها ولا الوالدين بصفه عامه لازمهم الزوز هما اللي ينتبهوا بالقدي على صغيرهم، ربما تكون عنده المؤشرات هذه ويتحملوا المسؤوليه زاده كيفاش باش يتصرفوا بالضبط. راهو الانتباه معناها يلزم يكون الحق الولي اللي هو الموطن الاساسي باش ينتبه، وحتى اطارات المدرسه الولي ما يتحملش باش يتحمل الولي المسؤوليه، وخاصه معناها يلزم هذوما فما ملاحظه اوليه، اي كي لاحظ هو حاجه بالتنسيق مع المعلم ينجم يطرحوا الاشكاليه، معناها خاطر ينجم الولي يشوف حاجات، والولي ديما ما نعولوش عليه برشا، خاطر ديما يمشي بجانب العاطف. علاش احنا في معناها نركزوا على المعلم؟ خاطر عنده الصبغه الحياديه، عنده بطبيعه الصغير خاطر باش يتقارن مع مجموعه عمره. المعلم مش يحس ما فما تباعد بين المستوى الذهني نتاعو والاداء الوظيفي في القسم مقارنه بالمجموعه اللي معاه. مش كيما البارون مش يلاحظوا في الدار، مثلا ينجم يقول لك فما فروق نمائيه، مازال تو يكبر شوي، ممكن يكون صغير مدلل، يبقى فك ليزيتاسيون معناها بارونتال. اما المعلم هو اللي يركزوا على المعلم اكثر الحق من الوالد. بشنو هو مخاطرها الصعوبات هذه النمائيه على الطفل وتاثيراتها النفسيه عليه؟ بطبيعه هذه معناتها القصور النمائي اللي باش يعيشه الطفل حتما باش يعطيه معناها صعوبات تعلم. صعوبات التعلم هذه صعوبات التعلم الاكاديميه بطبيعه الطفل مش تكون عنده معناها ارتجاجات نفسيه، الصغير مش يحس بالنقص، مش يحس بالاحباط، مش يحس اللي ادائه مش متماشي مع اصحابه، يمكن ياسر ينعزل، يمكن ياسر معناها تجيه كآبة، ويمكن ياسر تؤدي حتى للانسحاب المدرسي المبكر. إذا كان ما ياخذوش إشكالية كبيرة اللي تعطل معناها السيرورة المدرسية، وزاد تكون معناها حاجز في الاندماج الاجتماعي خارج الإطار المدرسي. هذاك علاش يلزم معناها سي لابيل ديرجونس، المعلم كي يكتشف هذا مع توافق مع الولي يلتجئ المختص. المختص هو معناها عادة مش يكون المختص النفساني، خاطر الوحيد اللي نجم يكون مخول للقياس الذهني. شنو نحن باش نعزلوا كل العوامل الأخرى، يلزم الصغير هذا ما تنجم تصنفه عنده صعوبة تعلم إلا ما يكون المستوى الذهني متاعه متوسط أو معناها فوق المتوسط أو ما حتى عادي. لو عندنا صغار الموهبة وهذا الأخصائي النفساني باعتماد على قياس، نعاود نقول قياس معناتها علمي نتاع بناء معناها ليكسفورد، هذايا الصوره الخامسه نتاعو ينجم يعطي مستوى الصغير هذا، لازم يكون عنده مستوى ذهني بين 90 و110. وهذه اختبار يقوم بها المختص النفسي. به مدام نجيب بالضروره اذا كان المعلم
او المربي حس مؤشرات كيف كيف فما مؤشرات دونك يتصل عنده بالوالي عنده ملاحظه هو عنده أي. قياس وقياسه معناها يعني هو. بالضروره حبيت نسالك انه لازم وقتها يدخل المختص النفسي والا ينجموا اذا كان ما نعرفش تبدا الحاله ما تتطلبش هي حالات الكل تتدخل معناتها عاده راهو العلاج نتاعها يتدخل معناها برامج تربيه مختص يمكن ياسر الصغير يلتقي المختص النفسي مش يقيم الحاله ومش يشخصها ومش يقيس المستوى الذهني نتاعو يمكن الصغير عنده معناتها حاجيات في اللغه باش يتصلوا بالاخصائي في تقويم النطق يمكن عنده حاجات في الحركه الدقيقه والحركه العامه ننتج للبسيكوموتريسيان او للارغوثيرابوت او للمربي المختص معناتها يلزم يخدموا ونجم نصلحوا صعوبات التعلم هذه مدام نجيبه كيف معناتها نفيقوا بها بكري ونعالجوها بكري التدخل المبكر توفر فريق متعدد الاختصاصات مع بقاء الطفل في مدمج في المدرسة مع مساعدة المعلم ومع المربي ومساعدة الولي انظر له هالفوارق هذية والفرقة بينه وبين أصحابه وينجم نعملوا أساليب معناها تعليمية خاصة بالصغير هذية ورمي نجم يكونوا مبدعين وعلى فكرة أينشتاين لو عنده صعوبة التعلم بيكاسو عنده معناها صعوبة التعلم وعندنا برشا يعني هما شنو الاطفال العاديين احنا عن المخ نتاعنا فيها فصين فص ايسر وفص ايمن الفص الايسر هو مسؤول على القرايه والفص الايمن مسؤول على الابداع الصغيرات عندهم صعوبه التعلم مش تلقى عندهم معناها اعتماد كبير على الفص الايمن دونك نحن نجم نحفزوها هذوك ونجم نكونوا صغارنا مبدعين في كل المجالات مع خاصه في الموسيقى في المسرح واضح. في الحلقة القادمة مدام نجيبة باش نحكيو على صعوبات التعلم الأكاديمية باش نتعرفوا عليه أكثر وشنو معناه وكيفاش نجموا نظللوا نذلوا الصعوبات هذه. شكرا لك مدام نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية التربوية كنت معنا في الحياة في العائلة. كنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم نتقابلوا في الحلقة القادمة في لامين. الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.